اكيد طبعا كابتن اسلام، المشهد والبيانات بتاعت امبارح بتاكد لنا ان احنا قدام مشروع كبير جدا. يعني امبارح وانا بقرا البيان اللي طالع من شركه القلعه الحمراء، لا وكمان البراندات اللي موجوده بكام 16 شركه، يعني الاسماء الموجوده في المشروع اسماء كبيره جدا بتاكد لنا ضخامه المشروع بنتكلم فيه. ربما طبعا اكيد احنا بقالنا سنوات بنتكلم على استاد النادي الاهلي الخاص، وبرده لازم الناس تعرف ان الموضوع مش سهل، احنا مش بنتكلم في حاجه بسيطه، دي تمويل كبير جدا جدا جدا. بس احنا النهارده خلاص خرجنا من منظور الاستاد لمنظور المدينه الرياضيه المتكامله، وطبعا اذا كان تم وضع خطه طويله الاجل لمده 4 سنوات لتسليم الاستاد، اعتقد ان الانتهاء من المدينه الرياضيه بالكامل اكيد هياخد وقت اكبر. بس اكيد احنا المره دي حاسين يعني الموضوع مختلف عن قبل كده. ممكن قبل كده كنا نقول ان احنا كان عندنا يعني افكار واحلام، المره دي انا اشعر على المستوى الشخصي هناك وقوف على الارض، هناك الكثير من الواقعيه في تحديد الاهداف ان شاء الله. وكمان الكلام عن الاستاد طبعا طبيعي، الجمهور النادي الاهلي وانا هتكلم فيها بصراحه بيتمنى يكون عنده استاد 100,000 120 او استاد اولمبي وتراك بكل امانه. استادات الانديه الخاصه حاجه زي ما بنتفرج على اوروبا، مثلا ملعب دورتموند ملعب فيش تراك، ملعب مدرجات قريبه من الملعب، ملعب بيخوف انفيلد، كمان المدرجات الخلف المرميين وقوف وليس بالظبط. دي فكره ممتازه، فكره ممتازه. وانا يعني انا كنت خلال السنه الماضيه كان عندي دعوه لاليانز ارينا من نادي بايرن ميونخ، ولما رحت هناك وعملت التور داخل الملعب، الفكره كابتن اسلام ان الاستاد نفسه متقسم على حسب الكاتيجوريز بتاعه المشجعين، لان في مشجعين ما يقدروش يدفعوا مبالغ كبير ضخمه طول السنه، فانت بتحدد لهم مثلا المساحه اللي ورا خلف المرمى دي اقل تكلفه، وكمان بياخدوا تخفيضات حسب ما شرحوا لي هناك، تخفيضات المجموعه دي بالذات على الرحلات الخارجيه سواء داخل المانيا او خارج المانيا. ليه؟ لان المشجعين دول هم اكثر مشجعين عندهم ثبات في الترحال والوقوف مع الفريق، موجودين مع الفريق على طول، فالنادي بيعتبرهم عنصر من عناصر الفريق وبالتالي بياخدوا تسهيلات اكتر. فهي الفكره هي منظومه كامله ومتكامله. فانا بحيي بصراحه صاحب الفكره ان عمل فكره الاستاد 42,000 بس. اتمنى الملعب ما يكونش فيه تراك، اتمنى يكون المدرجات قريبه من الملعب، اتمنى يكون برضو زي ما الفكره جيده جدا جدا ان المدرجات اللي خلف المرميين وقوفا فقط ما فيهاش اماكن للجلوس عشان التشجيع وعشان انقاط طبعا رابطه النادي الاهلي الرسميه اللي اعتقد في وجهه نظري هيبقى يعني ليها مساحه كبيره خلال الفتره القادمه. فكل امانه المشروع المره دي مترتب متنظم، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله مع ظهور الشكل بقى والمكات، واعتقد هنلاقي الخطوات بتتسارع بعد كده، وخلال باذن الله باذن الله زي ما اتقال خلال 4 سنوات ان شاء الله استاد النادي الاهلي يظهر الى النور.